وإلى غاية يوم الخميس مرورا بيوم الأربعاء إن شاء الله تحسن في حال الطقس، ولكن بعد انقشاع ضباب على الواجهة الوسطى والغربية، بينما بقايا الاضطراب الجوي دائما على المناطق الشرقية، احتمال كذلك لتواصل تهطل الأمطار على الواجهة الساحلية مع هبوب رياح قوية. خلال يوم الثلاثاء السحب ستنتشر على منطقة تندوف ليتحسن الطقس إن شاء الله، أما عن درجات الحرارة تبقى دائما فصلية منخفضة خاصة الهضاب والمرتفعات.